ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، نرحب بكم مره تانيه مع عايش الشباب. النهارده فقرتنا هنتكلم عن الجهاز اللي بيربط كل حاجه ببعضيها. احنا جسم الانسان بيتكون من اربطه، بيتكون من غضاريف، بيتكون من لحم، بيتكون من الياف. طب ايه هو الرابط اللي بيربط كل ده ببعضيه، وايه هو اللي بيخلينا نتحرك، هو اللي بيدينا امكانيه الحركه، الجلوس، كل حاجه. طب لو حصل تلف او حصل مشكله في الجهاز ده، ايه اللي هيحصل لك؟ طبعا بلاوي زرقاء، مش هتعرف تتحرك من على السرير، مش هتعرف تقضي مشاويرك. طب وده نعالجه ازاي؟ وده اللي هنعرفه اكتر مع ضيفي استاذ الدكتور عمرو علاء، اخصائي العلاج الطبيعي وعلاج التقويم. اتفضل. منورنا يا دكتور. بما ان حضرتك دكتور في دراسات الطب التقويمي، حابين نعرف ايه هي ايه هو مفهوم الطب التقويمي، الطب التقويمي بمراحله وازاي نعالجه؟ وهو فضل. زي ما حضرتك عارف ان هو يعني زي ما احنا سمعنا ان هو طب يعني حاجه حديثه داخله البلد ومش عارفين عنها اي حاجه، ممكن توضح لنا اكتر عنها؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هو يعني الطب التقويمي او الاوستيوباثي هو علاج ببساطه جدا جدا مش موجود في الشرق الاوسط، او هو بقاله فتره طويله يعني موجود بره في اوروبا وفي الدول الامريكا وفي دول امريكا يعني. العلاج ده ببساطه جدا جدا عباره عن ان هو منظور او فلسفه طبيه بتبص للجسم كوحده واحده ببساطه. احنا مش بنعالج بس المشكله، احنا بنعالج سبب المشكله. انا زي ما حضرتك تفضلتي في الاول وقلتي ان يعني الجسم عباره عن عضلات وعظم او عظام مربوط فيها عضلات وبينها مفاصل، وماسك في العظام والعضلات بتاعتنا دي اللي هي الدعامات، لان العظم بتاعنا هو الدعامات الاساسيه، هو اللي ماسك فيه الاجهزه اللي جوه زي القلب والقولون والكلام ده كله. وبالتالي لازم لما اجي ابص للجسم ابص ليه من منظور مختلف، مش ببص ان العظم لوحده اللي تعبان او الاعصاب لوحدها اللي تعبانه او الكبد لوحده اللي تعبان او لا، لازم ابص بمنظور وحده واحده، وحده تكامليه. وده هنبدا نشرحه مع بعض بالتدريج شويه لما حضراتكم تبتدوا يعني نبدا نتكلم مع بعض عن اي مشكله. طب هي دلوقتي اكبر مشكله ممكن تواجه لاعيبه الكوره، ان الناس كبار السن دايما بنسمع دايما لاعيب الكوره ده اصابته ليه؟ الغضروف. حتى لو مش شرط كبار السن، ممكن شخص زي سليم وسوي بيبقى في عنده غضاريف. بالظبط. الغضروف اصابه ملاعب مثلا، لاعب بيلعب، شخص كبير في السن مثلا طالع سلم وقع شال حاجه تقيله على ظهره، لعب مثلا عمل حركه غلط، فده كله مشاكل دي احنا كشباب ممكن نعالجها بالتدخل الجراحي. طب بالنسبه للناس كبار السن، ازاي نعالج الامراض دي، امراض الغضاريف بشكل خاص بدون التدخل الجراحي؟ طيب خلينا نتفق شويه ان احنا الاول عندنا اكتر من قسم موجود في الناس. احنا عندنا فئات عمريه صغيره في السن وفئات عمريه كبيره في السن. الفئات اللي بتبقى صغيره في السن بتبقى المشكله فيها مشكله ناتجة عن إصابة غالبا بنسبة كبيرة زي وقوع، كسر، أي مشكلة زي كده. أما الناس الكبار اللي هم يعني أبهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا، دول بيبقوا مشاكلهم أكتر مشاكل تآكلية، يعني حصل تآكل على المدى البعيد نتيجة إن هو استهلاك الوقت الزمني الكبير. يعني زي ما نقدر نقول مثلا لو احنا جبنا مثلا على سبيل المثال، عندي مثال زي العربية، إن العربية دي قعدت فترة طويلة بتستهلك. احنا معانا دلوقتي عشان برضه يكون في توضيح اكتر بالنسبه للساده المشاهدين، معانا صور اشعه للامراض الغضروف وكده، حابين حضرتك تشرحها اكتر. تمام جدا. هتظهر قدامنا. اتفضل. ظهرت قدامنا دلوقتي على حضرتك قدام الشاشه. مبدئيا بس الاشعات اللي حضراتكم شايفينها دي كانت لمريضه كان عندها اعوجاج في العمود الفقري وخشونه او غضاريف، وكانت لفت لاكتر من دكتور، وكان الدكاتره بيقولوا لها ان انت عندك غضاريف وان عندك مشكله زي كده. عن طريق الحمد لله رب العالمين الطب التقويمي وشغلنا معاها او شغلي معاها يعني، قدرت الحمد لله رب العالمين ان انا دي الاشعه ما قبل وما بعد. ممكن طيب بعد اذنكم نعرض الاشعه بعد الـ بعد الـ العلاج التقويمي دي يا فندم؟ بالظبط يا فندم. احنا الاشعه لما كانت في الاول كانت الاشعه فيها اعوجاج زي ما حضرتك تقوس. بالظبط. وده كان وراحت لدكاتره كتير وقالوا لها محتاجه عمليات ومحتاجه تدخلات جراحيه. كويس. وبالتالي الحمد لله رب العالمين بعد شغلنا في خلال 6 جلسات قدرنا الحمد لله ان احنا ان حضراتكم تشوفوها ان هي وصلت للمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. بالظبط كده. بس برضو مش مشكله الغضاريف مش بس هي المرض الوحيد اللي بيقابل كل شخص، في مشاكل تانية طبيه كتير، فعاوزين نعرف برضو ايه المشاكل اللي يمكن فيها تدخل الطب التقويمي فيه. تمام.
خلينا نقول ان الطب التقويمي زي ما اتفقنا من شويه ان هو بيتعامل على الجسم كوحده واحده، وبالتالي هو مش بيبص للغضاريفه فقط. يعني خلينا ندي شرح مبسط كده على موديل عشان نبقى فاهمين مع بعض ايه اللي بيحصل. اول حاجه احنا عندنا ده الهيكل العظمي او ده العمود الفقري بتاعنا. الحركه شايفينه دي الفقرات من قدام، ودي اعصابنا اللي بتطلع منها. الاعصاب دي زي منطقه الصدريه دي. الاعصاب اللي طالعه منها دي عاده هي اللي بتروح لاجهزه الكبد والقلب والقولون والكلام ده كله. يعني معنى كلام حضرتك ان الغضروف ده ليه صله برضو بامراض مزمنه كتير جدا جدا، وبالتالي لو حصل ان مثلا اي غضروف من هنا طلع على عصب من الاعصاب دي يخلي العيان يشتكي من قولون مزمن، يخلي العيان يشتكي من دوخه، زغلله، مشاكل كتيره جدا، لان الشرايين والاورده كمان لازم تعدي مع الاعصاب دي عشان تدخل للمخ. وبالتالي لو في اي مشاكل حصلت في العمود الفقري لازم ولا بد هتاثر على حاجات تانية كتير، وتاثر بتسميع، وده احنا بنشوفه كتير من العيانين. يعني عيانين كتير جدا بيجوا لنا بمشاكل زي قولون، بس لما بنظبط ظهرهم بيرتاح القولون. بس برضه في احنا سمعنا كتير ان الغضروف ده بيأثر بشكل يعني كبير جدا على القلب. ده صحيح، ده صحيح، امراض كتير جدا مزمنة. ده صحيح، لان فقرات الرقبه ليها علاقه مباشره جدا بالوصلات العصبيه اللي رايحه للقلب. والدوره الدمويه اللي طالعه للمخ عشان تدي اشارات للقلب طالعه من خلال فقرات الرقبه، وبالتالي لما بيحصل اي مشكله في فقرات الرقبه لازم ولا بد تأثر علينا بالسلب تحت وتودينا في اتجاه متعب، زي مثلا ان يحصل ضغط عالي مرتفع باستمرار مزمن، ناخد الادويه وبرده الضغط زي ما هو. مشاكل في النفس، مشاكل في الغدد في بعض الاوقات، مشاكل في القولون، مشاكل في الكبد، لان الكلام ده كله مرتبط ببعضه. احنا متفقين من الاول، ودي حاجه احنا تاني بناكد عليها، ان الطب التقويمي هو وحده متكامله، احنا بنبص من منظور تكاملي. انت بصراحه فاجئتنا بمعلومات كتيره جدا. يعني كل الناس فاكره ان موضوع الغضروف ده شيء الم في العظم يعني في ناس كتيره فاكره ما تعرفش انه ليه تاثير على القلب، ليه تاثير على امراض كتير جدا زي مثلا الامراض اللي حضرتك شرحتها. يعني حضرتك فاجئتنا بمواضيع دي وشرحتها للناس كتيره ما كانتش تعرف غير ان الغضروف ده الم بسيط في الظهر او في العظم. تمام. طب دلوقتي حضرتك ما هو زميلي علي قال ان هو بيعالج امراض مزمنه زي القولون العصبي والسكر وامراض القلب، ليه بصله غير مباشره طبعا. جميل. طب احنا دلوقتي الامراض دي تفضل مع البني ادم فتره كبيره جدا وطول الوقت، ازاي انت حضرتك بتاخد كام جلسه او بتاخد كام وقت بحيث ان انت تقدر تساعد المريض ان هو يستشفى من الامراض؟ جميل. خلينا نقول ان احنا الاوستيوباثي نقدر نقول ما نقدرش نقول ان هو بيعالج 100% في الامراض دي ديت، ولكن هو بيحسن وليه دور عالي جدا في ان هو يحسن كفائتها بصوره عاليه جدا. يعني ممكن نقدر نقلل جرعات الدواء اللي بتتاخد، نحسن اسبابه، وبالتالي هو الجسم نفسه بيبدا يعدل نفسه على الوضع ويريح من مشاكل الضغط او السكر اللي موجوده. طيب. كويس. يعني مشاكل الضغط او السكر او الكلام دي بتبقى ناتجه عن مشاكل كتيره جدا حصلت جوه الجسم، وبالتالي ده المنتج النهائي اللي بيطلع. احنا عارف. في خلال الحمد لله من 6 ل 12 جلسه بنبدا يحس العيان بفرق مختلف تماما جدا عن حياته قبل وحياته بعد. طيب. ودي الحمد لله رب العالمين مجربه مع يعني ناس كتيره جدا، والحمد لله رب العالمين نتائجها يعني فعاله يعني واضحه للناس. طب دلوقتي احنا برضه عاوزين نعرف هل في استخدام او دور تاني غير مثلا الغضاريف، او استخدام حاجه غير الغضاريف مثلا؟ زي ما احنا قلنا من شويه ان احنا مش بس بنبص على المشكله فقط، يعني احنا مش بنبص على الغضروف ومشاكله فقط، لا احنا ممكن نبص على اكتر من زاويه. بمعنى ان لو حد عنده حاجات مزمنه زي القولون العصبي، زي مشاكل النساء مثلا او السيدات لما بيحصل لهم مشاكل في الام الدوره الشهريه المستمره، الكلام ده كله ليه علاقه بالظهر. مشاكل الامساك المزمنه دي برضو احنا بنحلها من عن طريق ان احنا نظبط الوحده الواحده تكامليه زي ما احنا متفقين. طيب في امراض زي بعد او نقدر نقول ايه كفاءه الجسم بعد اي مرض، زي مثلا فيروس سي. هل الكبد بعد فيروس سي زي قبل فيروس سي؟ اكيد لا، بيبقى مختلف، وبالتالي انا بعيد له الكفاءه بتاعته، وبالتالي بحسن الصحه العامه بتاعه الجسم،
وبالتالي الجسم بيبقى افضل وافضل. طب في اضرار، في اضرار مثلا مضره بتضر في الموضوع ده ولا مفيش اي اضرار؟ احنا أو اي اعراض عليه؟ جميل جدا. احنا في الاول دايما عندنا تقييم للعيان، لازم الاول نقيم العيان الاول. ما انا فعلا كنت هسال حضرتك برضو السؤال ده دلوقتي. هو دلوقتي احنا دلوقتي دايما احنا شايفين دلوقتي في زمان كورونا، اي حد جاله عطسين برد دي كورونا. طب دلوقتي انا قاعده في البيت وجالي الام في الظهر، هبدا اقول لا ده غضروف. امتى اقول او امتى اشك ان انا عندي فعلا غضروف او عندي مشكله تستدعي ان انا اروح علاج طبيعي او اللي هو العلاج التقويمي؟ طيب خلينا نتفق. ايه الاعراض بقى؟ جميل جدا. خلينا نتفق ان احنا مثلا حاجه زي الغضروف عاده بيبقى يعني لو هي حاجه يعني حصلت فجاه، فان عاده المها بيبقى الم يعني حاد جدا وبيظهر فجاه. ده جزء. الجزء الثاني انه بيسمع جدا في الرجل، خصوصا لو مثلا احنا بنتكلم على حسب المنطقه اللي حصل فيها الغضروف. فاذا افترضنا مثلا ان منطقه الفقرات القطنيه وحصل فيه التهابات او غضروف طلع، ففي الغالب بيأثر على اي عصب من الاعصاب اللي حضراتكم شايفينها طالعه دي، وبالتالي ده بيأثر على الرجل من تحت. بمعنى ان بنلاقي ان الرجل من تحت العيان جاي يشتكي لي يقول لي انا عندي تنميل، انا عندي نار في رجليا، انا عندي حرقان في رجليا، انا عندي وجع مستمر وما بيروحش، ما بيعرفش ينام منه، ما بيعرفش يقوم منه، ما بيعرفش يمارس حياته الطبيعيه منه. طب وبالنسبه لو احنا بنتكلم على فقرات الرقبه من فوق، فالغضروف بتاعها بيسمع في الايدين. تمام. طب يعني دلوقتي احنا قلنا ان هو الغضاريف اللي فوق اللي هي العنقيه بتاثر على القلب. طب انا دلوقتي انا راجل مريض قلب او ست مريضه قلب دلوقتي ورحت للدكتور، الدكتور يكتشف ازاي ان دي ليه علاقه بالغضاريف؟ يعني هو هيعمل تحاليل ويمشي في اجراءاته على اساس ان هي مرض ليه علاقه بالقلب ويعمل تحاليل واشعه وما الى ذلك. ايه بقى امتى يديله هنت ان هو لا لازم يرجع للغضروف ده، في مشكله في الاعصاب، في غضروف مأثر على عصب القلب؟ تمام جدا. خلينا نقول ببساطه شديده، احنا مشاكل القلب او مشاكل الضغط بتحتاج ان احنا الدكتور يعني زمايلنا في الطب الكلاسيكي او طب يعني القلب او كده بيشخصوا المشكله ويدوا لها الادويه المناسبه ليها. احنا هنا مشكلتنا في ان احنا نشوف سبب المشكله مش المشكله نفسها. وبالتالي انا ليا وجهه نظر مختلفه شويه. انا لما باجي ابص على المريضه ما ببصش عليها كحته ان هي عندها قلب فقط، هي الحمد لله راحت للدكتور وخدت الادويه بتاعه القلب. طب هل السؤال ايه اللي جاب القلب؟ ده السؤال المفروض نساله. ايه اللي جاب لها الضغط؟ ايه اللي جاب لها السكر؟ ايه سبب المشكله من الاول؟ ايه سبب المشكله من الاول؟ فانا لازم بالظبط ما اسالش عن العرض. وبالتالي انا لازم اعمل ايه؟ لازم ادور في الجسم في كله السبب. فانا بالنسبه لي الجسم كله وحده واحده. عشان كده انا حتى في الجلسه بتاعتي ما بيبقاش العلاج عندي على منطقه معينه. لا، انا ممكن العيان بيبقى بيشتكي لي من رقبته وانا بشتغل من رجليه من تحت. طب ايه علاقه ده بده؟ ده كويس جدا بالظبط، لان يعني انا بحل اصل المشكله. انا واخد حضرتك عامل زي البناء بالزبط. فانا قاعد احل دور ورا دور ورا دور لغايه لما اوصل بالظبط، لغايه لما اوصل لان انا اعدل الادوار بتاعتي. في دكاتره كتير برضو بتعمل عكس حضرتك، اللي هو تخش انا عندي مثلا مشكله معينه ما بتدورش على السبب ايه، لكن بتعالج المشكله بس مش اكتر. تمام. ودي حاجه ميزه فيك جدا. بس في برضو حاجه عاوزين نعرفها، يعني ايه هو السن المناسب لاستخدام الطب التقويمي؟ يعني حضرتك دلوقتي في ناس كبيره في السن ما ينفعش ان احنا نعمل لها او تجري عمليات جراحيه مثلا اللي كبر سنها ان جسمها ما يستحملش. فحضرتك عاوزين نعرف برضو ايه السن المناسب وايه الحل في المشكله دي. جميل. خلينا نقول ببساطه شديده جدا ان احنا عندنا يعني الحمد لله الطب التقويمي بيتعامل مع جميع الفئات العمريه. لانه بيتعامل مع الجسم الهيومن بادي او الجسم نفسه. تمام. احنا بنتعامل مع جسم البني ادم. احنا بالنسبه لنا طبعا كل مرحله، لان احنا واحنا بندرس احنا بندرس الانسان من تكوينه من وهو جنين لغايه لما يموت. ده كل دراستنا. فاحنا بالنسبه لنا مراحل الحياه المختلفه احنا بنبقى ملاحظينها وشايفينها. وبالتالي انا ما ببصش على يعني انا بعالج الجسم نفسه، بشوف ايه المشاكل اللي فيه، لان الجسم عاده بيعبر لي عن المشاكل اللي موجوده. بالظبط. طبعا الكلام ده بيحصل عن طريق تقييم كويس جدا، عن طريق علاج يدوي كويس جدا. احنا بنعالج جميع الفئات العمريه الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين عندنا نتائج مع جميع الناس، يعني سواء الناس الصغيره او الشباب المتوسطين في السن اللي مش عايزين يدخلوا عمليات. بالزبط. او الناس المتوسطين العمر او الناس يعني كبار السن اللي بيحصل لهم خشونات، نقدر الحمد
حضرتك انت فاجئتنا فعلا، لان في دكاتره كتير بتقول ان في مثلا ايه شخص وصل لسن معين ما ينفعش ان يعمل ايه الطب التقويمي ده لكبر سنه جسمه ما يستحملش. حضرتك انت فاجئتنا فعلا، يعني حضرتك فعلا بجد الموضوع ده اللي كبر اللي كل السنين ما فيش اي مانع. طب انا دلوقتي يا فندم انا دلوقتي شخص سليم مساوي جدا وما عنديش اي مشاكل، فوجئت بشويه ارهاق وتعب تشويش مشي هنا هنا جالي ارهاق، طب هل بقى العلاج التقويمي ده ليه اثار سلبيه ولا ممكن انا كشخص سليم عادي ممكن الجا لحضرتك؟ بالظبط، خلينا نقول ببساطه شديده، طبعا حضرتك الحمد لله حطيت ايديك على مشكله كبيره جدا، عندنا مشكله شويه فيها انا احنا بنحاول نفهمها للناس او نقول نعبر للناس عنها او نحاول نوصلها للناس، هي ان الوقايه خير من العلاج. وبالتالي خلينا نقول ببساطه شديده، انا برضو دي من الحاجات اللي لاحظناها والحمد لله شغالين بيها كتير جدا، ان احنا بيجي لنا ناس مثلا كانت تعبانه خلاص الحمد لله هي خفت، بس الطب التقويمي فيه ميزه جامده جدا، هو بيشتغل بطريقتين، انه يعالج لو في مشكله حصلت وانه يعمل قبل المشكله ما تحصل عشان المشكله ما تحصلش. وبالتالي انا كده كده اصلا بتعامل مع الجسم، فهل انا ممكن اكتشف المشكله قبل ما تحصل؟ طب دلوقتي انا اسال حضرتك حاجه، احنا على ذكر الجلسات احنا قلنا من 6 ل 12 جلسه الحمد لله، طب ايه هي البروسيس اللي بتتم؟ هل في معدات؟ هل في استخدام يدوي فقط؟ كل ده. وحاجه كمان سؤال بس شخصي ليا، طب انا زي يعني انا بنوته يعني في حرج احيانا ان البنت يلمسها شخص او كده، هل في ستاف مع حضرتك ستاف بنات وكده؟ بالظبط، خلينا نقول يعني الشق الاول من السؤال هو احنا عدد الجلسات بتبقى من 6 ل 12 جلسه. بنبدا نشتغل مع العيان علاج يدوي، بنبدا نشوف نقيم المشكله، كل جلسه بنعيد تقييم المشكله بتاعه العيان في كل جسمه كله عشان نطلع المشاكل اللي الجسم بتحصل فيه باستمرار، عشان نحل واحده ورا الثانيه ورا الثالثه لغايه لما بيحصل للجسم حاله توازن عامه جدا. احنا اتفقنا قبل كده من شويه ان الطب التقويمي بيبص للجسم كوحده واحده، وبالتالي امتى يحصل مرض في الجسم؟ لما الجسم ما بيبقاش عارف يحصل جواه عمليه توازن، فانا لازم اقعد ابص على التوازن ده اخباره ايه. وبالنسبه للشق الثاني من السؤال اللي حضرتك سالتيه عن في دكتوره دكاتره موجودين معانا، فعلا الحمد لله احنا معانا دكاتره سيدات الحمد لله رب العالمين. في نهايه حلقتنا تحب حضرتك تقول ايه نصايح للمشاهدين عشان يتفادوا مشاكل الغضاريف او مشاكل العظام بشكل عام؟ جميل، خلينا نقول يعني في نصايح عامه دايما بنقولها، هي يا جماعه هي رياضه ثم رياضه ثم رياضه. ببساطه شديده جدا احنا عندنا يعني لازم يبقى في مجهود بدني ولو خفيف يوميا، في فرق ما بين مجهود البدني اللي الناس بتعمله كاستهلاك وفي فرق ما بين مجهود البدني الناس بتعمله كبناء. بمعنى ان احنا بنلاقي جدا مثلا ست البيت تقول لي انا بشتغل طول الليل والنهار تمام وموجوعه، طيب ده انت حضرتك بتستهلكي من جسمك مش بتبنيه. اما مثلا حاجه زي المشي ده لازم جدا، اما مثلا ان احنا حاجة تانية زي ان احنا الرياضة بس اللي هو بالاعتدال بالاعتدال خير الامور الوسط. جميل، النقطة التانية هي فكرة المجهود، لازم المجهود يتوزع ويتقطع، الناس دايما ما ينفعش تفضل شغالة طول الوقت، لازم يحصل عملية فصل ما بين المجهود عشان يريحوا جسمهم لان الجسم مش قادر. في نهاية حلقتي بحب اشكر الدكتور عمرو علاء اخصائي العلاج الطبيعي واصابات الملاعب ودراساته التقويم، واحب واشكر شكر خاص للدكتور احمد دياب اللي اعطاني الفرصه ان انا اطلع النهارده قدام حضراتكم، وبشكرك يا علي طبعا انت نورتني النهارده معايا في الفقره، وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامج عايش الشباب.